السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد من الفيديوهات ديال قناتكم الحسوني أناقة. قبل ما نبداو الفيديو ان شاء الله تعالى، ما تنساوش تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس وديروا جيم وشي كومونتير ولا تعليق كما تنقولوا يكون زوين، وما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم باش نزيدوا القدام. ورا اللي عجبتكم من هذا الشيء اللي عندنا ان شاء الله تعالى غتوصلوا بها فين ما كنتوا باذن الله تعالى. ما عليكم الا تتبعوا الفيديو وتختاروا داك الشيء اللي بغيتوا، اولا ترجعوا للفيديوهات القدام واللي عجبتها شي حاجه ان شاء الله تعالى توصل بهم ويكون الخير. اليوم الفيديو جبنا واحد الموضه جديد ديال القفيطنات، توب ديجيتال حرير نازل ومنبت بالعقيق، حاجه خفيفه وزوينه والثمن جد مناسب. نديرو استعراض للبياسات. كاين اللي كيسول علاش ما كتقولش الثمن، انا دابا غنقولو على وديت يعني، حيت كاين اللي كياخذ مثلا الجمله، كاين التقسيط كله والثمن ديالو. كنبغيو مثلا الكليان يتواصل معنا في رقم الهاتف اللي كاين في صندوق الوصف، الرقم الهاتف ديالنا غيتواصل معنا ان شاء الله تعالى، ونعطيو المعلومات الكامله يعني على نوع البياسه والثمن ديالها. ولكن ماشي مشكل، ملي باغي تعرفوا الثمن، الثمن راه غنبقاو نقولوا الثمن ديال التقسيط. بالنسبه للجمله راه الثمن ديالك غيكون بوحدك ان شاء الله تعالى. كنتي باغي شي عدد كثير ديال القطع ولا هكا، ولا كتبيع وتشري وخصك شي ثمن باش تعاود البيع، راه الثمن ديالك غيكون بوحدك ان شاء الله تعالى. مرحبا، هانتوما القطعه الاولى بالتنبات، حاجه زوينه بالمجديل ديالها، وتشوف راه ديجيتال نازل حرير، شتو كي داير نازل وزوين، يعني قفيطنات خفيفين. بنادم تيبغي يلبس شي قفيطين خفيف، دابا مبقاش بنادم تيبغي تسقل، يعني كيجي داكشي خفيف وزوين تطلع واعر ورائع. كاين التشكيل هذا الشيء، واللوينات زاهيين يعني اللوينات رائعين، النبات نقي والمجديل ديالو حتى هو يعني حاجه رائعه. كاين في هذا الغزاله اللوين صراحة رائع حتى هو، واللوينات ديالو كلهم لوينات زويونين، وكيطلع التنبات اصلا كيزين البياسه وكيزين حتى اللون، كتولي تبان شي حاجه زويونه. كاينه التشكيله هذا تاعو بالكري بالمجديل ديالو، يعني داكشي زوين ان شاء الله تعالى. اللي بغات شي حاجه ما عليها الا تواصل معنا وراه يكون غير خير ان شاء الله تعالى، فين ما كنتي البياسه ديالك غادا توصلك. بالنسبه لواحد النقطه ديال القياس، يعني الا كان عندك مثلا شي واحد يشد لك القياس تصيفط لنا القياس ديالك، غنصيفطو لك البياسه في القياس ديالك ان شاء الله تعالى. ما كانش يعني كتقول لنا ال ولا الاكس ال ولا الدوبل اكس ال، وكتقول لنا الطول ديالك يعني واش طويله بزاف غير شويه، باش البياسه ان شاء الله تعالى غتوصلك حتى لعندك في القياس ديالك وما يكون الخير ان شاء الله تعالى. ما تنساوش دائما كما قلنا لكم دعمونا، المشاركه مع الاصدقاء، جيم شي تعليق يكون زوين، اللون اللي عجبك واخا تكوني واخده ولا ما واخداش ذكري لنا في الكومونتير يعني اي نوع اللي عجبك، وما يكون الخير ان شاء الله تعالى. ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.